السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية وكل عام وإنتوا بخير. اليوم وصفتنا وصفة متعلقة بالعيد. اليوم رح نعمل أساور الكعك الفلسطيني بزيت الزيتون أو الحلق، على شكل حلقة هيك نسميها أساور. اليوم رح نعملها بزيت الزيتون، وطبعا انتوا شايفين بالطحين كمان والمنكهات المعروفة عنا كلياتها. اليوم أنا معاي كيلو ونصف من الطحين متعدد الاستعمالات، بالأكواب المعيارية اللي هي كوب الطحين، تقريبا 12 كوب من الطحين، كيلو ونصف من الطحين. كمان عندي أنا هون ينسون مطحون طحن ناعم، وفي طحن كمان خشنة، وكمان عندي هون شومر مطحون ناعم، عندي طبعا سمسم اختياري، وعندي هون قليل من المستكة والمحلب، طحنت بشوية سكر. هذا هو المحلب، عبارة عن بذور الكرز، في أنواع بعض الكرز في تركيا، هذا هو بذورها، هو المحلب. تقريبا طحنت أنا 5 حبات من، وطبعا المستكة الكل بيعرف المستكة، كمان أنا طحنت تقريبا 3 حبات 4 حبات. رح أعيد المقادير، عندي كيلو نصف من الطحين، عندي هنا معلقتين كبار من الشومر المطحون، عندي هنا ينسون مطحون، طبعا ينسون المطحون الكميات حسب الرغبة زي ما حكيت، أنا رح استخدم تقريبا 3 ملاعق من الينسون المطحون الناعم، وكمان الخشن، كمان سمسم حبة البركة هاي باختياري، المستكة والمحلب تقريبا ملعقة، طبعا ضفت السكر إلها فطحنتهم، وعندي راح استخدم الكركم كمان اختياري، إذا ما بتحبوا ما تضيفوها. راح استخدم ملعقة صغيرة من الخميرة، وكمان نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، بيعطي هشاشة للمعمول أو الكعك. اللي ما بيعرف الشومر، هذا هو الشومر، بذور الشومر طحنتها كمان. نكهة الكعك الفلسطيني شومر ويانسون بتجيبها، ممكن تضيفوا كبش كرنفل أو كمان جوز الطيب، ولكن يانسون الشومر واليانسون تكفي لنكهة الكعك، طبعا بالإضافة للمستكة والمحلب. راح طبعا رشتي ملح ضروري، في الكميات عندي الشومر اليانسون الكركم والمحلب بيكنج باودر، كمان السمسم البلدي استخدمت. خلط المكونات الجافة سوا، بعد ما خلطت المكونات الجافة رح نضيف زيت الزيتون وباقي المكونات. انا عندي هون نصف كوب من الزيت النباتي، رح استخدم الاغلب زيت زيتون، ولكن رح نستخدم بعض الزيوت زيت النباتي اللي هو ذرة او عباد الشمس، حتى يعطي هشاشة كمان للكعك أو الأساور، لأنه الطحين لوحده مع زيت الزيتون كتير ناشف. وكمان رح نضيف زبدة، رح تخلي الموضوع طري معانا، خصوصا إذا كان الفرن كهرباء زي اللي عندي، فزيت الزيتون لوحده ناشف كتير فما بضل طري، لهيك رح نضيف زبدة وكمان الزيت النباتي. ممكن كمان تستخدموا سمنة، هون تقريبا أنا عندي دوبت 60 جرام من الزبدة، راح أضيفها كمان، هاد بروتين الحليب فقط، الزبدة صافية. مع زيت الزيتون عندي أول كوب، طبعا حسب نوع الطحين كم راح يأخذ معاكم زيت زيتون، راح أعير سوا ونشوف كيلو نصف من الطحين متعدد الاستعمالات كم راح يأخذ معي زيت زيتون. هاي أول كوب، هاي الكوب الثاني من زيت الزيتون، كوبين من زيت الزيتون، نصف كوب من الزيت النباتي، كمان تقريبا نصف كوب من الزبدة. ببدأ أخلط، إمكانكم تستخدموا الماكينة، في قطعة فيها تفركوا الزيت مع الطحين، هاي العملية مهمة، فركة الزيت مع الطحين حتى يكون معاكم هرم. هيك أضفنا الطحين، الزيت الزيتون والزيت النبات، زيت عباد الشمس او زيت الذرة، وكمان القليل من الزبدة للطحين، اتكتل معانا بهالطريقة. ضروري جدا نفرك الطحين مع الزيت حتى ينعم قبل ما نعجن، ضروري جدا حتى تطلع معاكم النتيجة مرضية، لازم هاي العملية نفرك الطحين كاملا حتى ما يضل معانا تكتلات، هاي اهم مرحلة كمان، يعني غير مرحلة العجن أو التعجين في الكعك الفلسطيني مع زيت الزيتون، لازم نفرك الطحين مع زيت الزيتون حتى ما يكون فيه أي تكتل. قليل إنك تعرف الزيت كفاية، تضغط على الطحين
تماسك معاي. إذا ضغطت عليه كمان مرة بيفرك معاي هيك، بتعرف إنه الطحين أخذ كفايته من الزيت. طبعا هون أنا زايد الزيت، كمية الزيت كمان ما في مشكلة، لو أقل كوب ونصف من زيت الزيتون كان كافي أيضا. لما تشوفين هاي الطريقة عشان تعرفوا إنه الزيت أخذ، الطحين أخذ كفايته من الزيت ولا لا، هيك بكون بضل معاكم يفت. العجين بدل ما تفركوا بايديكم كمان الماكينة كمان بتساعدكم بهاي القطعة، كتير جيدة ممتازة حتى توفر عليكم وقت وكمان جهد. هيك بعد ما فركناها بالعجانة او بالايد هيك النتيجة بنحصل عليها ناعمة جدا. قبل ما نبلش بالعجين، كمية الزيت منيحة كفاية، ممكن تستخدموا اقل، هاد بعود لكم، ولكن انا فرني عندي كهرباء وحابة احتفظ فيها فترة اطول، فزيدت كمية الزيت هيك عندي يكون جاهز حتى نبلش العجن. عندي هون 3 ملاعق من السكر، راح اضيف عليهم الماء الدافي وبلش عجن فيهم. هي تخليط اكثر من عجن، حتى نعرف كميه المي اللي اخذت معي بحكي لكم بعد ما نخلص. راح ابلش الكميه اللي راح تطلع معي راح احكي لكم راح تاخذ معي. اهم شيء في التعجين هي خلط، نلم العجين، ما في تعجين زي مثل الخبز ولم العجين. زي ما انتم شايفين انا ما بعجن، انا بلم العجين فقط. شايفين اللون والريحه لو تشموها قبل ما نخبزها واضحه ان شاء الله تكون ناشفه. راح اضيف كمان شويه مي ناقصها. أخذت العجينة مني، الطحين أخذ مني تقريبا 800 ملي من المي زي ما انتو شايفين. هاد هو القوام المطلوب للأساور بزيت الزيتون أو الكعك الفلسطيني، كعك العيد. هيك جاهز معانا، ما رح أعجن فقط زي ما انتو شايفين. حلميت العجينة، رح أغطي العجينة علشان ما تنشف، بعدين حضر لحشوة التمر. الحشوة زي ما انتم شايفين انا عندي هون تمر انا طحنته بايدي، كتير صعب ولكن حابة استخدم تمر يعني اتحكم في كمية السكر اللي فيه. زي ما انتم شايفين عندي هون كمان ينسون مطحون، وعندي هون كمان قرفة مطحونة، وراح اضيف كمان زيت الزيتون، ما راح اضيف سمنة. بامكانكم تضيفوا سمنة، ولكن مدام انا الحشو فيها زيت زيتون كمان راح اضيف على التمر او العجوة كمان زيت زيتون. 3 كوب، نصف كوب زيت زيتون كفاية حتى اعرف اعجنهم، وكمان اليانسون المطحون والقرفة. طبعا ها الكميات حسب رغبتكم، انا بحب تكون باهرة النكهة كتير فيهم. راح اعجنهم وارجع لكم. هيك بعد ما عجنته شايفين القطع كتير ناشفة ولكن ما بيأثر ان شاء الله، يعني خليها صحية الوصفة. يعني كمية السكر في العجين كلها 3 ملاعق من السكر، وعين هاي التمر بدون ولا اضافات مع زيت الزيتون والقرفة واليانسون المطحون. مباشرة هنبلش نشتغل في العجينة زي ما انتم شايفين، بلاش تخمر بزيادة وحتى تغلبنا بالشغل. احنا ما لبيناها او عجناها، فقط خلطنا تخليط زي ما انتم شايفين. واذا كان الجو كتير حامم ممكن تخرب معاك، مباشرة نبلش نشتغل فيها، بلاش تخمر كتير وتغلبنا وتسيح بالشغل. اخذ جزء وبقى اضعه على جنب. هاي القطعة اللي اخذناها زي ما انتم شايفين راح اعجنها شوي بايدي، احنا ما عجناها فقط احنا خلطنا تخليط، بلاش تشتغلوا فيها كتير فقط تنعيم، ننعمها شوي انه علشان تضلها معانا زي ما كلها هرمة او بتفت معاكم، فما تخلطوها كتير. طبعا بامكانكم تضيفي كمان حبة البركة زي ما حكيت، بس انا ضفت فقط السمسم البلدي. سطرتين طبعا الحبة حجمها وشك يعني كبرها وطولها ونحيفة او مش نحيفة، هاد بعود لكم حسب الرغبة الشخصية. راح ابلش اقطع حجم تكون وسط معي شوي، كيف القوام من العجينة ان شاء الله هيك بتكون معاكم ناجحة.
يضغط عليها، انتو شايفين. ممكن الحشوة تلفوها بايديكم هيك او مباشرة على طول تاخذوا قطعة وجزء منها، تبدأوا تغطوها بالعجين. هل فلسطين كلهم بيعرفوها، ولكن بعض الدول العربية وحتى الناس المبتدئين بحبوا يتعلموا، ممكن دول عربية، طريقة الكعك تبعنا بزيت الزيتون. طبعا استخدمنا الزبدة كمان بتساعد يكون ناعم الملمس زي ما انتم شايفين، بالإضافة لزيت النباتي بيعطيها هشاشة وطعما. طبعا الطعم كله من زيت الزيتون. حاولوا تضغطوها بكف ايديكم زي ما انتم شايفين، بكون انعم من الأصابع. ونحاول نوزع العجوة أو التمر لكامل الحبة. طبعا زي ما حكيت النحافة أو مش نحيف، هذا بعود لكم الحجم. ممكن تسكروها بأكثر من طريقة، يا ضغط إصبع وتنتين هيك، هاي التقليدية، الحبة التقليدية هيك شكلها. كمان نعمل حبة تانية أمامكم، نسكرها تمام. نبدأ نلفها، يفضل في البداية من تحت الإيد وبعدين نكمل بالأصابع. تكون حبة تكون شوية صغيرة حبتها ومليانة، نضغط طقطة. يعني هاي حبة مثلا حجم هيك، والحبة الأولى اللي استعملناها في فرق، فبعود إلكم كيف الشكل بتحبوه. وكل مرة بقطع عجين حسب الكمية اللي راح استخدمها، ما راح اقطع الكمية كلها حتى ما تنشف معايا. زي ما حكيت انا استخدمت فقط 3 ملاعق من السكر على الطحين نفسه، ومستكفي بحلاوة التمر بدون اي اضافة. شوفوا عندي العجين شوي اطرب من المعتاد لان كمية الزيت عالية وحدة. ممكن كمان زيد كمية الماء، لانه انا عندي الفرن كهربا كتير بنشف العجين، فإذا خففت كمية المي راح ينشف معي كثير الكعك. فياريت إذا عندكم فرن يكون أفران بلدي استخدموها، بكون أفضل من أفران الكهرباء. وطبعا مدة الخبز لا تتراوح أكثر من 10 دقائق حتى ما ينشف معنا الكعك. بخلص الكمية اللي عندي وبرجع لكم إن شاء الله. اي اداة عندكم، مصطرة، هون السكينة عشان تطلع معاكم نفس الحجم كل مرة. كل مرة بتلفوها حتى تصلوا نفس الطول، بعدين بتضغطوها عشان يطلع معاكم هيك الحبات حجم واحد. هاي اول حبة عملناها كانت شوي كبيرة، وبعدين كل الحبات نفس الشكل زي ما انتم شايفين. وفي نهاية الفيديو أتمنى تكون الخطوات سهلة وواضحة، وإذا في أي سؤال ياريت تكتبوا لي في التعليقات. نراكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، وأتمنى دعمكم واشتراككم في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم إشعار إنه الوصفة نزلت. نراكم في فيديوهات قادمة بإذن الله.